الفري والدول كم باك ورجعنا تاني قدام عشان نتكلم على الفلو ريت بصفة عامة. الفلو ريت يا شباب يعني معدل السلايات. لما نيجي نتكلم من هو يا شباب عن الليكويد اللي داخل جوه التيوب بتتحرك، يبقى احنا بنتكلم على فلويد ان موشن. فلويد ان ايه؟ موشن. لما نتكلم عن فلويد ان موشن فهو عبارة عن الليكويد هو بينساب بيتحرك بيحصل له فلو تمام داخل ايه؟ كونتينر بهذا الشكل. طبعا احنا عندنا هنا هو شايف كوانتيتي اوف فلويد بيتقسم لحاجتين، لا اما ماس لا اما ايه؟ فوليوم. فاهم؟ انا لما اجي اتكلم على ماس فلوريت يعني الكتله المنسابه، يبقى هنا الماس فلوريت الرمز بتاعه عشان هنسميه اي ام او نسميها يو ام كوانتيتي ماس فلو ريت. بالتالي كده ماس فلو ريت ودي عباره عن ايه؟ بيقول لي هنا بقى الماس المنسابه خلال تايم معين. الميجر يونت بتاعتها ايه؟ اكيد كيلو جرام بير سكند. كيلو جرام بير سكند، برافو. طب في حاجه اسمها فوليوم، هنتكلم على الفوليوم المنساب الفلويد داخل الكونتينر ده هو بيتحرك. فهنا هنقول فوليوم فلو ريت، يبقى الفوليوم المنساب خلال طريق معين خلال ثانيه، يبقى ده هنسميه ايه يا شباب؟ كيو في، نسميه فوليوم فلو ريت. وطبعا هنا بيبقى بي كيوبيك متر بير ايه؟ بير سكند. طيب دلوقتي يا مستر انا دلوقتي عايز اشتغل اشوف الفوليوم فلو ريت، دي قانون تاني؟ اه ممكن. هنا اه بيساوي الفوليوم فلو ريت بيساوي قانون تاني اللي هو بيساوي الكروس سكشن اريا في الفي. الفي هنا غير الفي هنا، هنا فوليوم انما هنا ايه؟ في برافو. ودي مين؟ كروس سكشن ايه؟ اريا. حتى لو حبيت تجيبها بميجر يونت انت عارف ان الفوليوم فلوريد متر كيوبيك بير سكند صح؟ طب الدايمنشن فورميولا هل دي هي دي؟ تعال نشتغل هنا. ها الاريا عباره عن ايه؟ متر سكوير. متر سكوير. طب والفيلوسيتي؟ متر بير سكند. يبقى متر سكوير تايمز متر ايكوال وات؟ متر كيوبيك متر بير سكند. بير سكند. اوكي؟ تمام. بعد كده يا شباب لو حبينا نثبت القانون ده ان الفوليوم فلوريت ايكوال وات الاريا كروس سكشن اريا تايمز ايه الفلوستي بتاعت ايه هذا ايه الفلو، يبقى انا عندي هنا فوليوم فلوريت بيساوي مين اصلا؟ الفوليوم المنساب خلال تايم معين. الفوليوم المنساب خلال تايم ايه؟ معين. طبعا الفوليوم المنساب خلال تايم معين، الفوليوم عباره عن ايه يا شباب؟ مش الكروس سكشن اريا هير؟ في المسافه هنا اهو، في المسافه اللي هتمشيها صح ولا لا؟ تلتا اكس مثلا وصلت حاجه هنا اهو تمام؟ يبقى انا الفوليوم عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن كروس سكشن اريا في اللينس ده بتاع التيوب او في المسافه اللي هيمشيها مين؟ هذا الفلويد. وبالتالي هنا اهو يا شباب الفوليوم هيبقى عباره عن كروس سكشن اريا تلتا اكس اوفر ايه يا شباب؟ اوفر تايم. تلتا اكس اوفر تايم يدينا ايه يا شباب؟ الفلوستي. الفلوستي ايكوال ديسبليسمنت اوفر تايم ديس. وبالتالي هنا يطلع هنا ايه؟ اريا تايمز كروس سكشن. اريا تايمز فلوستي. اوكي؟ ده كان الفوليوم فلوري. طيب لما نيجي نتكلم عن موضوع الدنستي، الدنستي ايكوال وات يا شباب؟ هذا الليكويد ليه دنستي. ايه الدنستي ايكوال؟ يبقى انا عندي ادي الدنستي ايكوال ماس اوفر فوليوم. الدنستي السيمبل بتاعها ايه؟ رو. برافو. يبقى انا عندي هنا هو لو حبيت اقول الماس ايكوال وات؟ رو بالفوليوم. رو ايه؟ بالفوليوم. رو في. يبقى انا عندي بمعنى الماس ايكوال وات؟ دينستي تايمز فوليوم. رو في.
طب انا عندي الماس في لون ايه؟ ايكوال وات الماس اوفر ايه؟ التايم. طب عندي الماس بكام يا شباب؟ برو في رو في في اوفر ايه؟ تايم صح؟ يبقى هنا يا شباب فوليوم اوفر تايم عباره عن ايه؟ يعني لو تنزل انا عايز الفوليوم اوفر تايم ماس اوفر اسمها ايه؟ فوليوم اوفر تايم ايكوال وات؟ فوليوم كله ريت برو اللي هو عباره عن ايه؟ كيو في تمام؟ طيب بالنسبه للفلو يا شباب بيبقى ليه نوعين لا اما سريان مستقر لا اما سريان مضطرب. السريان المضطرب يا شباب اللي هو بيعمل دوامات بيعمل اي دي اي دي يعني ايه؟ دوامه تمام؟ مثلا انت بتقلب ايه؟ كوبايه الشاي فيعمل لك دوامه صح؟ اللي هي دي من فوق ممكن برضه لما تضغط على اي ازازه عطر او بيرسور تلاقيها بينتقل من ضغط عالي لضغط واطي فبينساب يبقى تحت مضطرب بنسميه تربلنت اسمه ايه؟ تربلنت انما في حاجه اسمها ستيتي ستيتي فلو اللي هو السريان المستقر السريان ايه؟ المستقر انا من رايك لما الانبوبه تبقى مليانه على الاخر يعني انبوبه مليانه انبوبه الحنفيه فهيبقى الانسياب بتاعها بيبقى ستيتي ولا تربلنت؟ ستيدي يعني سريان هادي ده اللي بنستخدم فيه معادله بنسميها كونتينيوتي ايكويشن يبقى كونتينيوتي ايكويشن هتطبق على الستيدي فلو كونتينيوتي ايه ايكويشن لما اتكلم على كونتينيوتي ايكويشن لازم اتكلم على الستيدي فلو ليه بروبرتيز يعني هنا لازم يبقى هنا الفلويد يبقى ايه مال الانبوبه كامله ما يبقاش فيها فقاعات تفتكر لما الميه تبقى قطعه وتيجي الميه في الحنفيه تلاقيها بوم 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 ده اسمه تربل انما لما تملي الانبوبه تبقى شغاله كل يوم تفتح الحنفيه تنزل في سهوله وايه؟ ونعومه ويسر صح؟ في انسيابيه سترينج لاين صح؟ عشان كده هنا بيبقى في سترينج لاين هنا خطوط انسياب ستريم لاينز خطوط الانسياب يا شباب هنا هتلاقيها مالها لا تتقاطع تون انترسكت يعني في خطوط بس الخطوط دي وهميه يا شباب يعني انا بتخيل هنا في ايه؟ خطوط انسياب طب تخيل الانبوبه تبقى بالشكل ده كروس سكشن اريا مختلف هل هنا خطوط الانسياب تتزاحم؟ تتزاحم ممكن هنا تتزاحم انما هنا تتباعد هل يحصل انترسكت؟ لا لا هنا هاتي عندك مثلا خمس خطوط مثلا هاتي واحد هاتي اثنين هاتي ثلاثة هاتي أربعة هاتي إيه؟ خمسة الخطوط هنا اتباعد هنا ده اسمه بس ما بيحصلش انترسكت ودي خطوط وهمية خطوط إيه؟ وهمية بنسميها سترين لاين سترين إيه؟ لاين خطوط إيه؟ الانسان بالنسبة لما نتكلم عن سترين لاين دينستي يبقى كثافة خطوط الانسان الكثافة هنا بتاعت خطوط الانسياب تكبر ولا تكبرش؟ اسمها ستريم لاين دينستي يبقى كثافة خطوط الانسياب هنا في الاريا الصغيرة يحصل لها ايه؟ انكريز ليه؟ كثافة خطوط الانسياب معناها زي كثافة الفصل انت عندك هنا في المدرسة في ستيم ايه اللي يحصل؟ بتبقى الفصل كام طالب؟ اقصى حاجة 20 او 25 الرسمة 25 هتوصل تلاقي ايه؟ لو ينفع يجيب 30 40 يبقى النادي المدرسه الحكوميه عاديه. صح؟ لكن هنا العدد 25 على الفصل عشان يبقى فيه تباعد. تباعد حتى لما اتكلمنا عن التباعد الاجتماعي هتلاقي ممكن يطبق في الفصل ايه؟ 25. انما الفصل 70 و80 في المدرسه الحكوميه تبقى صعبه. يقول لك حبيت حتى تنقل واحد ثاني المدرسه اللي هي فيها 70 يقول لك لا الكثافه لا تسمح، صح؟ يبقى الكثافه هنا معناها دينسي عدد خطوط. خلاص؟ طيب. بعد كده يا شباب لو حبينا نتكلم دلوقتي عن كونتينيوتي ايكويشن كونتينيوتي ايه؟ ايكويشن من البروبرتيز بتاعة الفلو ريت معدل الانسياب او الاستيتي فلو اللي هو السريان الهادي ان كمية الفوليوم اللي داخلة بتساوي كمية الفوليوم ايه؟ اللي طالعة اوكي؟ كمية الفوليوم اللي داخلة هي نفس كمية الفوليوم ايه؟ اللي خارجة وبالتالي هنا يا شباب في الستيدي فلو هتلاقي ان معدل اللي هو بنسميه ايه خلي بالك معايا فلو ريت هنا مكتوب فلو ريت
في الاوريت يا شباب؟ هنا مكتوب لت بير سكند. يبقى ده مين يا شباب اللت ده؟ فوليوم. يبقى يقصد بالفلوريت هنا ها اللي هو الفوليوم فلوريت. فوليوم فلوريت هنا ها 5000. طول الفترة بتاعت التجربة هنا ها شباب الفوليوم فلوريت ثابت ما غيرتهوش، هيبقى ثابت في 5 3 لتر بير سكند. طبعا بنحول ممكن للكيوبيك متر والكلام ده، انما خلينا في ايه؟ ان الفوليوم فلوريت مش هيتغير. طب تعالى نغير في الكروس سكشن اريا اللي هو هنا ها كان يونيفورم. طيب كان فلوس هتلاقيها ثابتة. يعني هنا ها في الشكل ده زي ما احنا شايفين يا شباب هنا هو الليكويد كونسيل، وهنبص نلاقي ان السرعه ثابته عشان هنا كروس سكشن اريا هنا زي كروس سكشن اريا هنا. هنجيب السرعه من فوق شايفين هنا 1.6 اوكي. هنحرك في اي مكان هي 1.86 تمام. سرعه ثابته عشان كروس سكشن اريا ثابته عشان الفوليوم فلو ريت ايه ثابت. يبقى هنا فوليوم فلو ريت ده ثابت في الاستاتيك فلو. يبقى هنا الفوليوم على مين؟ على التايم اوكي اللي هو برضه مين يا شباب؟ كروس سكشن اريا في الفلوستي. طالما هنا كروس سكشن اريا ثابته يبقى هنا السرعه هتبقى ايه ثابته. والخط ده يا شباب السهم ده بيدل على تنشنشال فيلوستي. عند اي نقطه يا شباب عند لحظه معينه بنحسب هنا تنشنشال ايه؟ فيلوستي. طيب احنا دلوقتي هنا هنغير في كروس سكشن اريا. بص هنا كده انا غيرت في كروس سكشن ايه؟ تعالى نشوف هنا اهو شايف اتجاه السهم هنا؟ لا ادخل تاني تمام؟ شايفين؟ كده اهو كده اهو بيتغير صح؟ حتى الدايركشن بيتغير صح ولا لا؟ لان الريت سهل هنا كروس سكشن اريا كبرت الفيلوسيتي قلت. يبقى هنا ها ده كونست كام يا شباب؟ احنا مختارين 5000 اهو هنا مكتوب 5000 تمام؟ يبقى هنا ها كروس سكشن اريا انكريز فيلوسيتي ديكريز اوكي؟ طب هنا ها القانون ده بنسميه كونتينيوتي ايكويشن. كونتينيوتي ايه؟ ايكويشن. لو ركزت معايا هنا لو عايز اثبت القانون نفسه اللي هي العلاقه انفرسلي يعني هنا ايه الفيلوسيتي انفرسلي مع كروس سكشن اريا كان ده انت في الصيف كان تيجي ترش الشوارع قدام بيتك في البلد ايه اللي يحصل؟ بتجيب خرطوم وتبدا ترش الشارع كده الناس تحب ترش او بترش جنينه او اي حاجه كده اهو. فالراجل لما بيدوس على الخرطوم اللي قدام يبقى بيقلل الكروس سكشن اريا ايه اللي يحصل للوتر؟ بتزيد الفيلوسيتي صح؟ تمام. عايزين نثبت ان الفيلوسيتي امبيرسونال مع كروس سكشن اريا فبقول في الاستاتيك فلو في الاستاتيك فلو اول حاجه بنعرفها ان الفوليوم فلو ريت عند كروس سكشن اريا الاولاني هنا اهو ايكوال كروس سكشن اريا هير صح؟ انا بتكلم عن الفوليوم فلو ريت ايوه عشان كونست يساوي ايه؟ عشان هو استاتيك فلو عشان هو مليان فهنا هو هنقول اريا 1 في 1 ايكوال اريا 2 في 2 وبالتالي انا عشان شباب لما ناخد الفلوستي الاولاني اوفر الفلوستي الثاني ارجع بيتي فاضيه؟ لا يبقى الفلوستي الثاني يبقى اريا الثاني على اريا ايه؟ الاولاني وبالتالي هنا فيها شباب هتبقى فلوستي الاولانيه على فلوستي فلوستي الثانيه يساوي اريا الثانيه على اريا الاولانيه. طب تمام كده؟ يبقى هنا العلاقه انفرسل ولا لا؟ احنا ثبتنا كونتينيوتي ايكويشن ثبتنا ايه؟ معادلة الاستمرارية نسميها كده اهو. طب هنا هو يا شباب كروس سكشن اريا مش شكل دايرة هنا؟ تمام؟ طب يلا نفك الاريا باي ار 2 سكوير وهنا باي ار 1 سكوير يبقى هنا اريا مع اريا كتير يبقى ار 2 سكوير على ار 1 سكوير تمام؟ وده كان موضوع الكونتينيوتي ايكويشن. ده كان ده في حاله سيبو 2 الفوليوم فلو ريت يعني في حاله الاستاتيك فلو بنحصل نطبق قاعده او قانون مهم او معادله مهمه اسمها كونتينيوتي ايكويشن. طب لو جاي لي رسم بياني في الموضوع ده بيدي جراف بالشكل ده وهنا فلوسيتي وهنا اريا يبقى هنا هعرفها كيف ان دي فلوسيتي عشان هنا في يونت متر بير سكند. طب والاريا؟ متر سكوير.
بالتالي انا هعطي ايه انترسيتي بالشكل ده. على فكره لو هسمي واحد تاني خط تاني اهو بيتكلم على 2 انبوبه 2 كيوب تمام، فالاثنين السلوب بتاعهم ثابت. طب دلوقتي عشان اجيب السلوب لو شكل زي ده وعايز اجيب السلوب اعمل ايه؟ شقلب لي الاكس اكسس وخليها 1 اوفر اريا تبقى ميتر نيجاتيف 2 صح؟ وطبعا هيتقلب الكيرف ده ب ستريت ايه؟ لاين طالع من هنا بيبقى نقط بعد كده بيكمل ستريت لاين. اشمعنى هنا بيبقى نقط؟ يو كان سيرش تاخدها الثانيه ثانوي تمام؟ فينيكس. انما تعالى اقول لك السلوب هير بيساوي ايه؟ مين يقول لي؟ تلتا واي اوفر تلتا اكس يعني فيلوسيتي اوفر واي اوفر ايه؟ اريا تحت تحت يطلع فوق يبقى اريا في فيلوسيتي. مين اريا في فيلوسيتي؟ مين يفكر؟ الفلوري الفوليوم فلوري يبقى ايه؟ الفوليوم فلوري اوكي؟ تمام؟ برضه هنا دي تعتبر المعادله دي الايكويشن دي اسمها ايه؟ كونتينيوتي ايكويشن تعتبر ان انت اصلا هنا هتشتغل اريا في فيلوسيتي بيساوي اريا في ايه؟ فيلوسيتي. يبقى هنا كروس سكشن اريا هنا قليل فالفيلوسيتي بتبقى اكبر، هنا الكروس سكشن اريا كبرت يبقى هنا الاريا يبقى هنا الفيلوسيتي تبقى ايه؟ اقل. طب لو قللنا تعالى نقلل قلل يا مستر شايفين هنا السرعه؟ زادت. وهنا الستريت لاين ده التنجنت الخط هنا للسلوب بتاع الانبوبه ده بنسميه تنشنشال فيلوسيتي السرعه اللحظيه او السرعه المدرسيه اللي هي بتبقى عند لحظه معينه. هنا الاريا قلت يبقى في ايه؟ تزيد. الفوليوم فلو ريت كونستانت اتعلمناه النهارده تمام؟ طب الكلام ده ممكن نربطه بالبيولوجي في ايه؟ في البلاد فلو ريت. بلاد فلو ريت برافو. يعني انت هتاخد هنا ها القلب، فاكرين القلب يا شباب؟ ايوه. لو رسمنا هنا القلب ده البال صح؟ وبنكمل كده اهو. لسه. وهنا فاكرين؟ ده مين ده شيء؟ ده مين ده؟ ده هارت ماشي ده مين؟ ارتي ولا بين؟ شيران ارتي اورتا ارتي ولا بين؟ ارتري ارتري هو ده اللي طلع من القلب تمام؟ ده بنسميه اورتا ارتي اورتا ايه؟ ارتي اللي هو الشريان العظيم اللي بيطلع لمين؟ لكل اجزاء الجسم البلد. بعد كده هنا هو هيطلع ولما يجي يطلع هنا هو هيتقابل هنا هو مع البيوت اللي الجسم كله. طبعا انت هنا ها البلاد فيزلز عباره عن ارتري وفين وبلاد كابيلاريز ارتري وفين وبلاد كابيلاريز. بلاد كابيلاريز اللي هي حاجه صغيره خالص صح اللي هي شعرات الدمويه شعرات ايه الدمويه بتبقى حوالين اي خليه اي سل صح كده؟ دلوقتي هنا هو السرعه بتاعت البلد في الاورطه اكبر ولا في الشعرات الدمويه؟ في الشعرات الدمويه في البلد كابلري. مين قال الكلام ده؟ ما هي عندها تعالى تعالى يا احمد حكى لاصحابك اتفضل اتفضل. دلوقتي البلد كابلريز عندها الكروس سيشن اريا اصغر من ثانية واحدة يعني انت مثلا هنعمل كده هو ده الاورطه ده الاورطه هينتهي بايه؟ البيز لا هي بتنتهي بحاجات حوالين الخلايا اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي احمد ابراهيم اللي هي بلاك كابيلرز تمام؟ بلاك كابيلرز عشان تودي الناحيه الثانيه للبين هي دي حلقه الوسط بين الاثنين يس يس طيب هنا كروس سكشن اريا صح بتاعت البلاك كابيلرز اكبر ولا اصغر؟ في الحته في الحته دي مهمه خالص يا شباب في الجزء ده الكروس سيشن اكبر فاحنا لو مثلا يعني ده اكبر الفلو ريت يعني انت هنا هو هنا هو دي صغيره فالمفروض تبقى ايه؟ فلوس تزيد انت زمان انت بتقول فلوس هنا بتزيد صح؟ اه ده مس كونسبشن عندنا كل المشاكل احنا لما بنشتغل على التوتال كروس سيكشن التوتال كروس سيكشن يعني ده الكروس سيكشن الاولاني بتاع الاوردو
الاولاني، الباقي كله اريا صغير، صح؟ صح تمام. فانت هنا هتقول ايه في البي، ايه ليه في البي، هتلاقي هنا في الاورده السرعه بتاعته اكبر، المسكونسبشن جاي من كده اكبر. هنا هو الكروس سكشن، هنا هو الفيلوستي بتاعتها هتبقى اصغر. ليه؟ ان هي اصلا بتتكلم على التوتال، التوتال اكبر او مش اكبر؟ اكبر. التوتال اكبر، يعني هنا A1 V1 ده في الاورده equal number of blood capillaries، اثنين في الفوليوم فلوريد لكل واحد في البلاد كابيلاريز، يبقى اريا في البي. هنا الاريا التوتال، هنا ايه؟ يعني انت هتتكلم في طرف الام، يبقى هنا التوتال مين اكبر بقى؟ يبقى التوتال اكبر في الكروس سكشن اريا، يبقى الفيلوستي اقل. وعشان اثبت لك الكلام ده كنا بنقول ان البلاد كابيلاريز اللي حوالين اول سيل بيحصل جاز اكستشينج، صح؟ جاز اكستشينج عايز يبقى بالراحه ولا بسرعه الدم يدخل كربون دايوكسيد والاكسجين؟ فاكرين القصه دي؟ يبقى لازم يبقى عالي، لا يمشي بالراحه عشان يبدل، بتلاقيه بطيء. يبقى هنا ها السبيد اوف بلاد، سبيد اوف بلاد ان بلاد كابيلاريز فيري فيري سمول، عشان يحصل ايه؟ جاز اكستشينج. اوكي نشوفكم شباب بعد الفاصل، تابعونا. ثانك يو فور واتشنج سيسكو. كنتم مع مستر راجل مصر. سلام. سلام يا احمد. الله، اهلا وسهلا بيك. سلام.